إذن المحبة هي قطب العبادة الأوثق، يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يعني المحبة والذل، أو الذي هو بتعبير آخر التعظيم لله عز وجل، فالمحبة والتعظيم عليهما تقوم العبودية لله عز وجل. فلما أقام المؤمنون الصادقون ذلك حققوا العبودية لله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، هذا في محبة ما يحبه الله، فكيف في محبة الله عز وجل؟